مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. بدأنا فصل الشتاء، ثلج برد، واليوم بدي أحكي بموضوع يمكن كتير حتى من الريال استيت ايجنت اللي هم مستشارين العقاريين ما بيحكوا لكم عنه لما بتشتري وتشتروا بيت. هلا لما تيجي تستأجر بيت يمكن الموضوع مش كبير كتير، لأنه استئجار البيت عادة لا يحتاج إلى كثير شغلات. عادة ممكن تستأجر بيت للسنة، وهذا طبعا يعني ما بحده كثير، يعني ممكن تنقل بعد سنة، فممكن تشوف حسنات البيت وسيئاته. ولكن إذا شريت بيت، هذا بيت العمر. فعشان هيك تابعوني الآن، هنحكي عن أهم الشغلات، عن تنظيف الثلج ومين اللي بتنظف السيتي أول، وخاصة في مدينة أوتوا ومونتريال وكيبيك، لأنه هاي المدن بتتلج فيها كتير، يمكن بالجنوب أقل التلج. خليكم معي. زي ما انتم عارفين، شراء البيت اشي مهم جدا، وهو تقريبا الاستثمار في الحياة. يعني انت بتدفع كل مصاريك عشان تشتري هذا البيت، فلازم نعرف شراء البيت ومتى وايش المكان المهم انك تشتريه، خاصة عشان موضوع الثلج. الان الحكومة هون بتنظف الثلج في الشوارع، زي ما انتم شايفين بعض الشوارع هاي شايفين هذا الشارع منظف. هذا مش يعني مش منظفين، لانه نسبة الثلج اليوم مش كبيرة، فهو منظف لحاله، بس عادة بتنظف بهاي الطريقة. يعني بتصير الشارع تشوف الاسود في الشارع، يعني ما تضلك تفكر انه ابيض وماشيين احنا زي في القطب الشمالي على التلج. عادة الحكومة بتنظف، انتبهوا، الشوارع الرئيسية المين ستريت اللي عليها ترافيك لايتس، الشوارع اللي جنب المدارس والمستشفيات والخدمات اللي هي زي الإطفائية، الشرطة، المستشفيات، يعني الأماكن المهمة، الدي كيرز الكبيرة، السنترز. هاي ليش؟ لأنه فيها ناس وترافيك وفيها أطفال وفيها إميرجنسيز، فبضطروا إنه ينظفوها أول شيء، قد يكونوا حتى قبل الشوارع الرئيسية، فهاي مهمة جدا. الآن بالنسبة لل الشوارع الرئيسية، شو حسناتها وسيئاتها؟ صح، انت على شارع رئيسي وانت بيجيك السيرفيس اول اشي في التنظيف وفي في السيرفيسز تبعت السيتي، ولكن في ازعاج، فبدك تنتبه لهذا الموضوع. هل شبابيكك موجودة على الشارع؟ هل فعلا في ازعاج؟ هل في جنب الشباك ستوب ساين؟ لانه عند الستوب ساين انت بتعرف تقلع السياره وتوقف سيارات، تشحيط بريك، فهاي الشغلات ممكن يكون فيها شويه ازعاج، فبدك تنتبه لهذا الموضوع. لكن هذه الشوارع تعتبر من اهم الشوارع عشان تنظيف الثلج. ثانيا بيجي الشوارع السكندري، وهاي اللي انا بحبذها، لانها شوارع بتكون شبه رئيسيه، بتكون شوارع عريضه بشكل عام، ولكن بيجيها التنظيف سريع جدا، وبرش فيها ملح وبنظفوها. اوكي، هلا ثالثا بيجي الشوارع الفرعيه اللي هي اللي بتتفرع من السكندري. هاي اكثر شيء بتاخر فيها، ممكن يتاخروا ساعه ساعتين حسب كميه الثلج، ممكن يتاخروا يوم في تنظيف الثلج. يعني هذه الشغلات الاساسيه. هلا احسن شيء واهدى شيء للناس اللي بحبوا الرواء، طبعا الاخر واحد هذا اللي حكينا عنه اللي هو متفرع من السكندريز، بس انا بحبذ السكندري لانه وسط جاي بين الهدول وهدول، وما في عليه اي ريستريكشن كثير، وما في عليه مشاكل كثير. بس بدكم تنتبهوا من شغله انا بدي احكي عنها، هاي بونص هيك في الفيديو هذا عن موضوع تنظيف الثلج. لما تقوم تشتروا بيت، ما تعملوا غلطة كثير ناس انهم بيشتروا بيت، حاطوا لكم صورة شو المعنى، شو اللي بقصده انا، بكون السايد ووك، بعرفش اذا هون مبين، هذا الشارع اللي انتم شايفينه، وهون في سايد ووك، هذا اللي بيمشوا عليه الرصيف، يعني الرصيف. عادة هذا الرصيف بيجي على طرف الشارع زي ما انتم شايفين. في بعض المنازل بيجي هذا على يعني بيجي انت مدخل بيتك مدخل الجراج، بعدين بيجي السايد ووك، بعدين بيجي عشب وجراج، جزء من الجراج. فللأسف
هذا السايد ووك ممنوع انت تصف عليه. فلما تشتري انت بيت زي هيك بدك تعرف انه يا انت ما عندك سيارات كتير، عندك سيارة واحدة بتصفها في الجراج وممكن تصفها برا واحدة، بس إذا بدك تصف كمان واحدة أو بدي يجيك ضيف لازم يصف على الشارع، وهذه برضو إلها قوانين، وإحنا حكينا عن قوانين الاستفاف بالشارع خاصة فصل الشتاء، ححكي عنها هلأ سريعا. بس فهذا الموضوع مهم. عادة الناس بقول لك أوه أنا الدرايف واي طويل تبعي، يعني مدخل الجراج تبعي طويل، لكن لما بتاخد هاي حاط لكم صورة هتفهموا الموضوع أكثر وأكثر. ويمكن أنا صورت بعض الفيديوهات أنا بيتي زي هيك، بس أنا مش مهتم كتير لأنه أنا عندي سيارة وبصفها جوا الجراج، فعادة لما يجيني ضيوف عندي مكانين ماكسيموم بصفه وتسكي. الآن موضوع ال ال ال, ال, ال طبعا سريعا تنظيف الثلج، الحكومة بتنظف الشوارع ما بتنظف لك الدرايف واي. فالدرايف واي عندك تو أوبشن، يا إما بتدفع لشركة تنظف لك الدرايف واي، تيجي كل ما ثلجت لهم 5 سم من الثلج بيجوا بنظفوا الدراي واي، او انت بدك تنظفه لحالك سواء بالسنو بلور او بايدك في الكريك حسب الحجم وانت كيف قوتك وصحتك. هذول حكيت عنهم، راجعوا الفيديوهات السابقه كلها موجوده. بالنسبه للاستفاف في الشارع هاي سريعا هحكي عنها. الاستفاف بالشارع في مدينه اوتوا مسموح لمده 3 ساعات في الاماكن اللي مش محطوط فيها علامه. مثال هون عندنا احنا محطوط علامه انه ساعه، فمعناها الاستفاف لساعة، إلا اللي معهم بيرميت، اللي معهم بيرميت اللي هم مصرحين إنهم يكونوا هون بأخذوا بيرميت من الحكومة سواء ساكنين هون، هدول بيقدروا يصفوا أكثر من ساعة. أما اللي غيرهم زي أنا هون جاي ضيف بقدر أصف ساعة واحدة فقط بالليل، بالنهار مش سوري هذه بالنهار كاتبين من 7 لـ7، معناها من 7 لـ7 ساعة. بعد هيك هون السؤال، بعد هيك كم ساعة؟ هل هو مفتوح؟ لا، الحكومة حددت 3 ساعات. هذا في مدينة أوتوا. في مدينة جاتينو، وخاصة نحن نحكي عن فصل الشتاء لأنه هو أكتر شيء. في مدينة جاتينو المشكلة، في مدينة جاتينو إنه من نهاية أو بداية ديسمبر إلى بداية أبريل ممنوع الاستفاف على الشارع ليلا نهائيا. ليلا في مدينة أوتوا لما يبعثوا ايميل بسموه باركينج اليرت، بيبعثوا ايميل اذا انت مشترك معهم، اذا مش مشترك لازم تشترك مع السيرفيس تبعته عشان تعرف امتى ممنوع. بيبعثوا انه اليوم ممنوع الاستفاف على الشارع لانه بدهم ينظفوا الشوارع. لما ينزل ثلج دائما بيبعثوا هذا الاليرت، فانتبه من هذا الموضوع فقط. غير هيك ممكن تصف 3 ساعات في الشارع. في جاتينو ممنوع نهائيا، ببعض المقاطعات مسموح. بدك تشوف السيتي تبعتك انت اللي ساكن فيها، انا عشان هيك انا ما بدي احكي عن شغلي ما بعرفها. شوف السيتي تبعتك هي اللي بتبين امتى مسموح وامتى ممنوع. سلام للجميع. اذا شفتوا اللايك لايكوا، واذا شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايب سبسكرابوا، واذا شفتوا الجرس اقرعوا. وسلام للجميع، ونراكم في حلقات قادمه.